الإشاعة الثالثة، إشاعة خلافك مع طبعاً الفنانة هالة فاخر وقطعتكم لبعض رغم أنكم كنتوا صحاب أصلاً. في إيه؟ هالة فاخر؟ هتضربني ولا إيه؟ مالك؟ لا، إيه الإشاعات دي؟ ما دي إشاعات، رد عليها. دي الروح والقلب وكل حاجة في الدنيا، ولسه متكلمين في مشروع من يعني من شهر كده. مشروع فني؟ مشروع فني، يعني ما أعرفش، مش هقول اسمه. يعني هالة فاخر، يعني انا اول ما اشوفها ببوس ايديها فقط لا غير، يعني لحد دلوقتي، و دي حبيبتي وربنا يحميها من اي شر، وبستمتع لما اكون معاها في اي شغل. هي جميله. طبعا معقول حد بيزعل من هالة؟ طيب ما دي اشاعه، ترد على اشاعات. لا 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 لا. طب اسالك سؤال خبيث. قولي. انت اكيد قابلت جدعان كتير طبعا زي هالة فاخر. نعم. مين اللي ندل معاك؟ كان ندل قوي. ما فيش، الحمد لله. والله اكيد في. والله لا، في حد في حياتنا كلنا عدى من غير شويه اندال في حياته. انا عندي وجهه نظر، الا وهي كل ما كنت معاكي محترم اكيد مش هتبدليني الا بنفس الاحترام. حتى ممكن لو ناس اخطاوا في حقي ممكن يكون ليهم مبرر، يعني فبسبحهم وبسيبها على الله دائما، ولكن ده نادرا ما يحصل، ولكن انا بحب اني اكون محترم مع الناس كلها. ولو حد ندل معاك ربنا يسامحه، مش بترد الضربه؟ لا.